السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: سياسة عربية سنية جديدة أم سياسي عربي سني جديد؟ العنوان طويل وعريض، لكن مقتضيات المرحلة تتطلب منا أن نحيط بكل جوانب العنوانين. العنوان الأول كان يتكلم عن السياسي السابق وسياسته اليوم السياسي الجديد، وربما ذات السياسي قد غير اتجاهه أو بوصلته أو بقى مستمرا في ذات الاتجاه، لكن غير من التوجه، ربما غير فقط على مستوى التسمية. رحبوا معي بضيوفي، كل من الأستاذ زهير الجبوري عضو تحالف القوى والناطق باسم حرس نينوى. مرحبا بك أستاذ زهير. حياك الله. وأيضا أرحب أشد الترحاب بالأستاذ معن الجبوري القيادي في المشروع العربي. أهلا وسهلا. مرحبا بك. من السيد زهير أبدأ، كيف يمكننا إخراج صورة السياسي السني الجديد إلى ذهنية المواطن السني الذي اعتاد أن يراه، وأؤكد على اعتاد أن يراه، سارقا أو هاربا من أرض المعركة أو فاسدا أو قاتلا إلى آخره؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما نحتاجه أو ما تحتاجه المرحلة الآنية هو طرح وجوه جديدة تعمل بأسلوب جديد، لأن أعتقد أنه الأسلوب الذي عملوا به والخطة التي عملت بها تلك القيادات لا أستطيع أن أقول فاشلة، ولكن أقول أنه كان فيها كثير من التلكؤ، لم تقدم خدمات، لم ترضي طموح المواطن في الشارع السني على أقل تقدير، إن لم أقول الشارع العراقي حتى أشمل الجميع، لأن كل هؤلاء القادة هم متضامنين، ليسوا فقط ما يسجل على قادة السنة أو سياسي السنة، وأنما هم أغلب سياسيين العراق هم ثبت عليهم هذا التلكؤ، أو بالمعنى الأعم أنه اللي جنابك تفضلت بأنه ممكن أن يكون قد وصل إلى حالة الفشل. والدليل 14 سنة ما هو التبدل في البلد من سيء إلى أسوأ، أي شارع، أي جسر بنية، أي دائرة، ما هو التطور؟ خل نعمل مقارنة بسيطة أستاذ أنس. بال79 بال80 81 82 العراق لثلاث سنوات متتالية يأخذ جائزة عالمية وشهادة تقدير بأنه قد قضى على محو الأمية. نعم. الآن نسبة الأمية فائقة عن النصف، كذلك شهادات ودراسات عليا و احسبها وقارنها في ذلك الزمان، قارنها مع الآن. خذ الميزانية 1956 عندما كان الحكم ملكي في العراق، 26% كان رواتب ومصاريف، يعني ميزانية تشغيلية نسميها. نعم. والاستثمارية كانت بحدود 84%، والشعب رفض هذا الأمر، قال هذه مصاريف كثيرة، فما بالك أستاذ أنس أنه اليوم تتجاوز الميزانية التشغيلية 84 أو 85%، سيما وأنه حتى الميزانية نفسها هي مثقلة بديون على كهل الحكومة ولا تستطيع أن تتحرك، وبدأت تأخذ من صندوق النقد وغيره. فأعتقد اليوم نحتاج إلى سياسيين جدد يستطيعون أن يستلمون هذه الدفة، وعلى أقل تقدير يتبعون السياسة الصحيحة والاقتصاد الصحيح حتى ينجون بهؤلاء الناس وينقلهم إلى بر الأمان خوفا عليه من الغرق، لأن يعني هذا وصل يعني حتى الغرق. أفهم من كلامك أنك من الداعين إلى تغيير الوجوه اللي كانت موجودة على الساحة. يعني التغيير يعني أنا من ما أقصد، لأن يعني من تقول لي السياسي الجديد قد الموضوع يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه سياسي جديد، وجه جديد يظهر على الساحة، والاحتمال الثاني أن سياسيا قديما قد خلع جبة سياسته القديمة ولبس جبة جديدة، ولا لا علاقة لنا بالنوايا، يعني هذا كله تحت فرض. ما قلته أن أستاذ أنس ما قلته يشمل النقطتين اللي جنابك أزعت فضلت بها. الأولى السياسي القديم ممكن أنه يغير سياسته ولا يبقى منطويا على نفسه أو مع المجموعة اللي كان يعمل بها، ويكون هناك تحالفات جديدة مع أحزاب وقوى سياسية
حتى تستطيع أن تنتشل الناس من هذا الواقع المرير، وكذلك طرح وجوه جديدة. يعني هي ما لأنه نائب بالبرلمان دورة ودورتين وثلاثة، يعني شنو هي حكر عليه؟ خلي يطرحون وجوه جديدة، أفكار جديدة. يعني هل خلى هذا الشعب من الكفاءات ومن الناس التي تستطيع أن تقود هذا البلد؟ الجواب لا. يعني ما معقول أنه 328 نائب كل سنة أو كل انتخابات يتجدد منهم 200-210. طيب وهذا البلد كله ما ظل بيه بعد يعني نواب، ما ظل بيه بعد أشخاص آخرين، وزراء، كان نائب رئيس وزراء، أصبح وزير، رجع وزير مالية، رجع راح وزير خارجية، رجع راح وزير بالمكونات الأخرى. الوضع أكثر ترتيبا، لكن بالمكون السني الموضوع ربما اختلطت به الأوراق. أستاذنا عن رأيك. أعتقد المعادلة السياسية بالعراق تنطبق على الجميع، جميع مكونات الشعب العراقي تخضع إلى نفس المعادلة ونفس النظم المتبعة. هناك أحزاب سياسية شيعية تستلم السلطة وتتبوأ المناصب وتقود المعادلة الشيعية في العراق، ونفس المعادلة تنطلي على المكون السني إذا استثنينا التحالف الكردستاني باعتباره يتمتع بديناميكية أكثر بالعمل السياسي ويتمتع بحرية أكثر، أقرب إلى الديمقراطية وأقرب إلى الليبرالية في بعض الوجوه. نعم. على الصعيد العربي أتحدث، كون محور الحديث أنه التغير السني والسياسات العربية، العملية هنا لا يمكن أن تتم بتغير الوجوه فقط، السياسات هي التي تفرض إرادتها على الشعب العراقي. حقيقة الشعب العراقي بعد 2003 أصبح يترقب المجهول، يترقب ما يملى عليه وما يستجد، وتكون لديه فقط ردود فعل لهذه الحركات التي كانت تديرها في البداية حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية. أصبح العراق في موضع التجربة والخطأ. كثير من السياسات والعمليات السياسية التي أنشئت في العراق هي كانت في ضمن معادلة التجربة والخطأ، أشبه بالمختبر السياسي وما ينتج عنه كثير من الأخطاء، ولكن لا ينظرون إلى الأخطاء والثمن الذي يدفع، إنما ينظرون إلى قد تتحقق نتيجة إيجابية. من هنا أقول إن المعترك السياسي الجديد خصوصا بعد المرحلة التي دخلها العراق وهي مرحلة داعش، والمتغيرات السلبية التي انعكست على المكون السني في هذا التحديد، والثمن الباهظ الذي دفعه في العراق، والنتاج الخطأ الذي كانت القيادات السنية، وهنا تتحمل المسؤولية الجزء الكبير طبعا القيادات السنية في دخولها المعترك السياسي من حيث لا دور لها في المجال السياسي أو في إدارة البلد. إن انتهت مرحلة داعش الآن، تقريبا انتهت، لكن اليوم أني سؤالي شلون أقدر أخرج صورة جديدة للسياسي العربي السني في ذهنية المواطن العربي السني، وأن تكون صورة ليست صورة الفاسد أو القاتل أو الهارب من المعركة، أو يعني الصورة المعتادة اللي نقراها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أي سياسي سني ينزل صورته وينزل أي تعليق، إذا يكتب آية يقول له لا أنت أول واحد طبقها، أنت كذا، أنت فاسد، أنت مدري إيش. اليوم هذا الهجوم من 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 الشارع السني حقيقة على القيادات السياسية السنية هجوم كبير. فأنا لي أيد أسأل اليوم شلون أقدر أخرج يعني من ذهنية المواطن العربي السني وأرجع له الثقة بهذا السياسي بأي طريقة بأي وسيلة. أخذ منك الإجابة لكن بعد فاصل. فاصل المشاهدين ثم نعود وياك. من جديد حياكم الله. أستاذ نعم، قبل الفاصل قلنا أننا كيف سنخرج
من ذهنية المواطن العربي السني عقلية أن هذا السياسي القديم القديم المتجدد المنضوي تحت لواء جهة سنية جديدة حزب جديد ليس سارقا ليس فاسدا ليس قاتلا ليس هاربا من أرض المعركة ليس متخاذلا إلى آخره من التسميات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي. المواطن حقيقة العربي الآن السني كونه محور حديث وإن كانت التسميات مقيتة إلى حد ما أصبحت واقع حال نعم فلا بد من وضع الأمور في نصابها لكي نوصل الرسالة بشكل صحيح. لم يلمس شيئا من العملية السياسية منذ 2003 إلى حد الآن الحقيقة ما يحس به من حيف وغبن وتهميش وإن كان لديه ممثلون وهنا الطامة الكبرى هناك الشريحة السياسية واسعة من السنة قد ربما في بعض الأحيان تكون قد أخذت أكبر من استحقاقها في العملية السياسية كمناصب إنما ما ينعكس ذلك على المواطن ومقدار الثمن الذي دفعه وخصوصا تحدثنا بعد الطامة الكبرى داعش واحتلاله ووجود الملايين من المهجرين والنازحين والكثير من القتلى والكثير من الذين دفعوا ثمن باهظ في حياتهم حتما هو وصل مرحلة يأس من أن هذه الكتل السياسية والقوى السياسية الفاعلة صاحبة هذه الإشكالية والذي أوصلته إلى هذا المطاف لا يمكن أن تحل المشكلة من يخلق المشاكل باستمرار لا يعمل على حلها لأن ستكون العملية تراكمية تضيف مشاكل إلى باقي وهذا ما يدور الآن حتما خلف الكواليس في القيادات السنية المتصارعة وكثير من طيب كانت متصارعة أرجع للأستاذ زهير يعني الخروج بتحالفات وأحزاب جديدة فرصة جديدة ربما لإثبات مشروعية التمثيل السياسي للنخب السياسية السنية ما دام قبل أيام أن تحالف القوى في أربيل ونحن في بغداد فهاي ما تعتبر اليوم فرصة جديدة لإثبات مشروعية النخب السنية يعني أعتقد أنه كان هناك شيء من تغيير للواقع ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير له استجابة من الغير كيف؟ اليوم من الغير؟ راح أجاوب المكونات الأخرى تقصد؟ نعم المكونات الأخرى نعم. من الغير أنا قلت وراح أجاوبك اليوم المكون السني لا يعمل هو وحده أو منفرد في الساحة نعم. هناك معه مكون شيعي وهناك معه التحالف الكردستاني ولا أتطرق أمرار كثيرة إلى التحالف الكردستاني لكونه قد أخذ حالة تقريبا من شبه حالة الاستقرار اللي تفضل بها أخي أستاذ معن ولكن اليوم هذا المواطن إذا غيرت هذه القيادة أو لم تغيرها ماذا سوف يحصل من هذا التغيير هذا ما هي إذا تسمح لي ما هي المردودات اللي راح تكون عليه يمكن قبل لحظات أخي أستاذ معن قال من 2003 لحد الآن شنو اللي شاف المواطن شنو اللي لمسه هسه أنا أسألك هل يوم اللي شريك معايا بالعملية ويعتبرني شريك له بيده المال وبيده الجيش وبيده الحشد وبيده الخزينة وبيده كل السلطة التنفيذية والتعيينات بيدي وأنا ليس بيدي شيء وجمهوري يتطلع إليه ولا أستطيع أن أقدم له شيء فما يعني هل هي هذه الشراكة الحقيقية الصحيحة لبناء بلد يعني بس أضرب لك مثل بسيط يرجعك المواطن إلى أسس القبول يقول لك ليش رضيت بشراكة منقوصة نعم. أو شراكة نعم. مذلة نعم. أو كما وصفها يعني كلمة مذلة شوية تكون صعبة بس خلي أكون معك منصف أكثر بس خلي أضرب لك مثل كلمة بعد أقوى نعم. يعني أحد السادة في تحالف القوى قال نحن نريد شراكة يعني على أسس حقيقية لا, نعم. لا نريد يعني وضعا انبطاحيا نعم يعني هذا على حد وصف نعم نعم يعني هاي 14 سنة أنا هسا قبل قليل قلت ماذا لمس المواطن في الشارع السني شوف أضرب لك مثل بسيط أمس كنت أتصفح على صفحات التواصل وأقرأ أخبار هنا وهناك إيمانويل اللي استلم رئاسة الجمهورية الفرنسية شاب بعمر 39 عام
أراد أن يغير من الواقع شيء. مع العلم هي من الدول المتقدمة والدول الخمسة الدائمة العضوية في الأمم المتحدة. يعني كل اللي باق يعني اللي صار هو حاليا بالسلطة لم يتجاوز يعني أشهر قليلة بعد. ولكن الشعب يراقب والشعب ينتظر منه ما يقدمه. ولهذا كانت أمس أقرأ النسبة ماله كانت 64.5، أمس نزلت النسبة ماله إلى 54.3. ليش؟ على ما يقدمه لشعبه. اليوم عندما نتكلم عن شراكة حقيقية وأكون كشريك معك ولا أقبل بقضية الانبطاحية كما نسميها اللي وصلناها مع الأسف واللي وصلوها حاليا من موجودين أغلب القادة في المكون السني. ليش؟ يرضى بأنه يأخذ الوزارة اللي هو وليكن ما يكون بعدها. حقوق المكون وضعه ما يخدمه. المهم أنه هو استلم منصب وزاري أو رئيس كتلة أو استحقاقات وكذا في البرلمان. ولكن أنا سأتكلم عن نينوى. 39 نائب في نينوى، 39 نائب لم يستطيعوا أن يتخذوا قرار بأن الموصل منكوبة. نسبة الدمار في الساحل الأيمن تتجاوز 95%، والمجمعات الطبية اللي صار لها أكثر من 85 عام من انبنت نسبة التدمير 100%، ولا يستطيعون أن يتخذون قرار. شوف لي أيما درجة أستاذ أنس. طيب 39 نائب بس إذا تسمعني خليني أخذك إلى مكان آخر وياهم وياهم أيضا. عندنا بهيئة الرئاسة عندنا السيد أسامة نجيب. ما يخالف. ماذا يشغل؟ إيه بس اسمح لي. ماذا يشغل؟ راح أجاوبك. يعني هل من المعقول صوت واحد مقابل 39 صوت في جهة تشريعية رقابية هي من تضع القرار وهي من تصنع القانون أقوى أم شخص في رئاسة الجمهورية منصب واحد وكرسي واحد مع ثلاثة معه ورئيس جمهورية وهم كحماة للدستور؟ أنا بس فقط أريد أقول لك كلام واحد. 41 نائب في البرلمان العراقي اللي هم كتلة التحالف كتلة صدرية، لا يمكن أن يمرر قانون بدون موافقة التيار الصدري. ليش؟ لأنهم يراعون حقوق شعبهم، حقوق مواطنينهم، حقوق ناخبيهم. ونواب نينوى؟ نواب نينوى هذا الأمر ولا كان يعني نواب نينوى بس هاي الجملة مالتك قبالها؟ لا يراعون حقوق شعوبهم لا يراعون. لا راح أعطيك بعد الأضبط. طيب. راح أعطيك الأضبط. لو أنه هؤلاء السياسيين يستطيعون أن يغيرون لأبسط الأمور كان غير قانون الانتخابات. مكمل العراق كله دائرة انتخابية واحدة، كل محافظة عملها خمس دوائر انتخابية، شو المشكلة يعني؟ يعني هل من المعقول مجلس محافظة اثنين وفيه ثمانية من الأخوة اليزيدية وثمانية من التركمان وفيها اثنين من العرب السنة أو واحد من العرب السنة من داخل مدينة الموصل؟ بينما نسبة قضاء الموصل بالنسبة لمحافظة اثنين وهي 52.6%، مجموع أهالي محافظة اثنين وثلاث ملايين 945,645 نسمة داخل مدينة الموصل اللي هم قضاء الموصل اللي هم أكثر من تأذى وتألم بهذا الموضوع هم 1,901,345. المفروض من مجموع 38 عضو في مجلس المحافظة يفترض أنه على أقل تقدير 20 عضو فما فوق يكونون من داخل مدينة الموصل. إحنا ما عندنا غير عضو واحد أو عضوين وينتمون إلى أحزاب إسلامية. إذن من سوف يقدم؟ إذن هنا خلل كبير أولا في القانون وفي التشريع، وهذا السبب اللي انا اجاوبك. انت تقول لي عندكم نائب رئيس جمهوريه، انا راح اقول لك عندنا نائب رئيس جمهوريه، ولكن نائب رئيس الجمهوريه هل هو يستطيع ان يقدم مسوده قانون مسوده مشروع لتغيير قانون انتخابات او استحصال حقوقه؟ والله تساؤل جميل، لكن انت كلمتني الان عن يعني تقريبا 40 نائب عن نينوى، بس اني هنا وصلت الى مرحله استاذ معا السياسيين السناني الان افتهمت من استاذ زهير قال بالبدايه اغلب القيادات السنية كذا كذا، وضرب المثل وضرب المثل أيضا بأربعين نائب عن نينوى. بس أسأل سؤال، سياسيين السنة ليش يلجؤون دائما للتنكيل ببعضهم البعض، يعني إما مباشرة أو تلميحات أو عبر جيوش إلكترونية؟ ليش؟ الحقيقة هم يعني لا يوجد سياسة بالحقيقة. هو كل ما تكلمنا عن وحدة صف وطلع لنا إعلان والمواطن استبشر خير وقال إيا الله أكو من راح يقودنا، أكو من راح يكون مرجعية كما يطالب أيضا تطالب المكونات الأخرى بمرجعية تراجعها، تزداد هاي التشاحنات، تزداد البغضاء.
من هنا يعني من حيث انتهيت انطلق. هو في الحقيقة هم ليسوا سياسة بالحقيقة، إنما مجموع أحزاب تأسست ركيزتها الحزب الإسلامي بصراحة، وهو يتحمل طبعا الأكبر ويتحمل الآن اللوم، ولذلك هناك يعني موجة جماهيرية ساخطة جدا باتجاه الحزب الإسلامي واضحة للعيان، حتى أن معظم قيادات الحزب الإسلامي بدأت تتنصل من ارتباطها بالحزب الإسلامي من شدة الضغط الجماهيري وتحملهم مسؤولية ما وصل إليه العراق صراحة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، أصبحت في المكون السني حقيقة كتل حديثة وأحزاب حديثة هي تعتمد على المناطقية وعلى العشائرية وعلى الأجندات التي تحملها، خاضعة للتأثير أجندات كبيرة. لا يوجد سني سياسي الآن في الساحة السياسية عليه إجماع كبير من الجماهير ومن الشارع العراقي. يا ريت عليه نصف إجماع أو ربع إجماع، يا ريت على الأقل يحقق نسبة نجاح كبيرة. إنما أصبحت هنا المعادلة صراحة للأسف هي أنه هذا الشخص يمثل المحافظة الفلانية، وكما تفضل الأخ زهير ضرب مثل كيف أن الكتلة محافظة نينوى ممثليها يستطيعون أن يقلبوا الطاولة رأسا على عقب في الوضع السياسي. إنما حتى الذين كانوا يتفاوضون من المكون السني مع الأطراف الأخرى من أجل تحقيق أفضلية في برنامجهم في حكوماتهم، كان الطرف الآخر يغريهم في مناصب سيادية لهم ويساوموا على حساب على حساب الوطن، هي بالنتيجة حساب محافظتنا يا على حساب على الوطن، وليس الوطن مجموع محافظات. أستاذ الله يبارك فيك، الوطن هو الذي يدفع يعني الآن لما سقطت. خلنا ننطي مجال لي يعني إذا بس تسمح لي عفوا أستاذ جمالي، أنه النائحة الثكلة كلمة واحدة بس فقط إذا تسمح لي. أربع مؤتمرات صارت خارج العراق، في أنقرة، في إسطنبول، في بروكسل، في 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 أرادوا أن يجمعون القوة السنية تحت مسمى واحد، مرجعية واحدة، على أقل تقدير كلهم قرار واحد. ولكن هم السياسيين السنة كثيرين، وليس بالإمكان أنه يتم جمع كل هؤلاء، يأخذ نخب منهم وهذه النخب تلتقي بالبقية. بالضبط. قالوا هذا نوع من الخيانة. طيب شلون تريدون هذا ما يصير خيانة؟ قالوا تعالوا بغداد موجودة، أربيل موجودة، يا ما يخالف يجون البغداد والأربيل حتى نفوت هذه الورقة اللي جاي يقنعون بها جماهيرهم. نعم لا نجي ما يخالف، ما عندنا مشكلة، نجي البغداد، نجي الأربيل. نفسهم القوة بدأت تصارع، أحدهم يقول إذا جاءوا سوف أعمل كذا، والآخر يصرح من الكتلة الفلانية يقول أفعل كذا، والآخر من الكتائب الفلانية ومن عصائب الكذا يقول أفعل كذا. هم نفسهم ما اتفقوا. نعم ما يخالف، رجعوا دليل على كلام أستاذ معنا أنه بدأوا يساومون حتى أصحاب الكتلة. قلنا ما يحتاج اجتماعات لا بأنقرة ولا بإسطنبول ولا ببروكسل ولا غيرها، نجتمع على أرض عراقية يا أخي خلاص. رجعوا يدفعون هؤلاء الناس اللي يساومون. الكل تعلم، وقبل أن يجري مؤتمر تحالف القوى العراقية، والكل تعلم أنه يوم 15 تموز سوف يجري هذا الأمر. تمام. المال السياسي لعب، الفساد لعب، الإغراءات لعبت دورها، مجمل أسباب. لكن ظهر بيانان وظهرت شخصيات. إذا تسمح لي حاولوا ضرب هذا المشروع وعملوا بسرعة وبأوراق غير مرتبة وبشيء حتى لا يقبل ولا يتقبل، وأعلن يوم 13/7 سوف نقوم بمؤتمر آخر. قاموا بمؤتمر لضرب المؤتمر مال 15/7. السيد المشهداني هم لم يكونوا حاملي لفكر، والله لو كانوا يحملون أيديولوجية وفكر والله لكنا معهم، ولكن نحن نعلم أنهم مدفوعين من الطرف الآخر لكي يفشلوا
هذا التحالف. الكلام عن الكلام عن 20 نائب ومن معهم. انتوا اليوم مؤتمرين شفناهن، والاول كان في قول لي المؤتمر الاول استاذ انس كم واحد موجود به؟ قصدك اللي في بغداد؟ اللي في بغداد اللي انعقد يوم 13/7 20 نائب. طيب اذا 20 نائب، انا اسال سؤال، اذا كان هو مؤتمر لتحالف القوى، لا ضير، لا ضير ان ياتون ضيوف شرف من التحالف الشيعي، من التحالف الكردستاني، ما عنده مشكله، ولكن انه يعتلي المنصه ويبدا يعطي الكلمه ويعطي التوجيهات. طيب هل انت يعني عضو قيادي في هذا التحالف؟ حتى يا اخي اكو متناقضات كثيره، وهناك من لا يريدك ان تكون شريك ودائما يلقي اللوم عليك، وهنا انت واقع بين نارين. اولا احنا نريد نغير وجمهورنا يطالبنا، ونحن خلي اتكلم بكل صراحه، نحن عاجزين على ان نقدم شيء، لان طيب. نحن بس بالاسم شركاء، شريكنا قد سلبنا كل الحقوق. طيب طيب طيب، يعني خلينا نعزل الفئه اللي حضرتك تكلمت عنها، وهي ربما ايضا اساسا هي فئه معزوله سياسيا، يمكن استاذ معن يأيدني بهذا الموضوع، ونقول ما يفترض اليوم بعد اعلان تحالف القوى سواء في بغداد او في اربيل، يعني احنا شفناه كان بشخصيات قويه جدا، يعني ما ممكن اليوم ان تكون اكو جبهه موحده منضبطه ساعيه لوحده الصف بما ينعكس على جمهور عربي سني شبه يائس، ما نقول يائس حتى شويه نخليها تفاعل. بصراحة ما موجود على الساحة لا يدعو للتفاؤل كثيرا. الخلافات واضحة بين القوى والأحزاب والكتل السياسية القديمة تحديدا، وهي التي أوصلت الجمهور إلى هذا الذي تفضلت به بأنه شبه يائس. عملية التصحيح لا يمكن أن تكون في بيان أو إعلان أو مؤتمر. التجربة الميدانية والدور الذي أخذه الفاعل السياسي السني خلال هذه الفترة 14 عام حقيقة، ولم يستطع أن يقدم شيء، هي التي أوصلت المواطن. المواطن لا يحمل عداء إلى شخص المسؤول السني، بالعكس كثير من الأحيان كان يدعم ويدفع ويؤيد حتى الشعارات التي يطلقها. نعم. إنما عندما لم يلمس شيء على الأرض على الواقع ولم يتحقق له شيء من هذا البرنامج وصل إلى هذه الحالة. عملية التوافق بين هذه الكتل غير ممكنة على الإطلاق لسبب بسيط. السبب هو أنه لا يمكن لأي منهم أن يفرط بالمكاسب التي حققها، وعليه لا تلوم الآخرين عندما يحاولون إيجاد تحالفات أقوى وأجدى سياسيا مع أحزاب من مكونات أخرى. ويعني نسمع أن خطاباتكم الداخلية جميعها متشنجة واتهامية، وهناك خطابات حتى منفلتة ذكر قبل قليل أستاذ زهير. لا تلوم الآخرين، أنا عندما أجد أن مكوني ليس قويا وليس بالمستوى المطلوب ولا أستطيع أن أستحصل على مكاسب سياسية ربما تنعكس على جمهوري أو لا تنعكس، قلنا لا علاقة لنا بالنوايا، لكن لا تلوم الآخر. إن كان الكلام هو فقط بأننا نقول أن هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا، هؤلاء هم الأمر الواقع، هؤلاء هم الفرض الواقع. لا، التغيير يحصل وبدت بوادره، بوادر التغيير ملموسة. تغيير قطعي؟ لا يوجد شيء قطعي، إنما ما دام لا يوجد شيء قطعي هنالك شيء نسبي. نعم، فلنتعامل بالنسبي. نعم. برؤية أستاذ لا زهر. لا يمكن أن يكون إلا هذا ما يسمى في الثورات، وزمن الثورات قد انتهى. يعني لا يمكن أن يكون تغيير مطلق، وهذا الشيء يعني حقيقة عمليا على الأرض غير وارد. إنما عملية تغيير إذا حصلنا كل مرحلة انتخابية على تغيير 25% في خلال مرحلتين انتخابيتين تستطيع أن تحقق نسبة النجاح 50%، وهذا شيء يعني لا بأس به كحد أدنى من المقبولية. أما بوادر هذا عملية، نعم واضحة جدا، هناك تغيير في القيادات السياسية، هناك بوادر مكونات سياسية جديدة، حتى أطراف المعادلة السياسية العراقية تسعى الآن لتغيير منهجيتها وطروحاتها. هنالك بعد قليل مثلا كلام عن إعلان السيد عمار الحكيم بإعلان شكل جديد قد ينتج عنه ربما وليد ليبرالي من رحم المجلس الأعلى، هذا الكلام الذي يقال هنا فقط ستتغير
الجلباب حقيقة، لأن خلفية هذه الأحزاب الإسلامية سواء كانت شيعية أو سنية لا يمكن أن تغير برنامج حزبها، مستحيل، مرتبط ارتباط جدلي مع المرجعية الإسلامية التي إنما هو فقط يستطيع أن يتنصل. هذا حدث في عندنا مؤشر كبير يتنصل عن مبادئ حزب اللي مشى عليها وشاف انه غلط، ما ترهموا يا هاي المرحله بالعراق. يمكن استاذ زهير يوافقني. يعني انا بالنسبه لي عندي، مع احترامي لاخي واستاذي استاذ معن، عندي وجهه نظر مغايره لهذا الامر. انا اعتقد التالي، انه الاحزاب الاسلاميه منذ 14 عام حكمت وفشلت في حكمها. طيب ما قلت اليوم كلا. نعم خلاص، اذا احنا متفقين. هذا ما قلت. لا اذا تسمح لي، وهذا ما تحدثت فيه، ما اريد ابينه. لا، ما انا المختلف بيه وين. فشاهدوا انه هذا الشيء هم في نقيض ويجب تغييره، فبداوا بطرح اشكال جديده من الاحزاب الاسلاميه، ولكنهم بصيغه ليبراليه على ان تكون. أضرب لك مثل، اليوم كلنا نسمع أنه السيد عمار الحكيم خلال أسبوع أو أقل سوف يخرج من المجلس الأعلى الإسلامي. كلنا يعلم أنه السيد محمد باقر الحكيم تم تأسيس هذا المجلس عام 1982 في إيران، والزيارات المكوكية الحثيثة في هذه الأيام الماضية على قدم وساق، على رئيس المجلس الأعلى الأستاذ محمد تقي المولى، على السيد عمار الحكيم، السيد محمد، السيد باقر جبر سولاغ، السيد عادل عبد المادي، جلال الدين الصغير، اختلافات كذا. السيد عمار الحكيم شاف انه وضعيه احزاب اسلاميه بعد ما تخرج ما تنفع، فقام يحاول انه ياتي بوجوه شابه جديده حتى تستطيع انه تكسب المرحلة القادمة على أقل تقدير شعبية. نعم، بس الصبغة الإسلامية موجودة، لا يمكن. نعم، لا يمكن أن يتحول إلى حزب علماني أو مدني. أستاذ معك، أنا تكلمت بهذا على القضية الشيعية، على المكون الشيعي. أضرب لك مثلا على المكون السني، حتى ليش نكون بعيدين. الحزب الإسلامي العراقي هو من الأحزاب الإسلامية السنية، مختلف أنا معك؟ لا. شوف، من ستة أشهر وجاي لحد الآن هاي كم شضية شضة. حزب المسار طلع بصفحة مع مثلا أستاذ عبد القاهر. اليوم أقرأ قبل أن أدخل الاستوديو، ما أعرف أنا صحة هذا الخبر إن كان صحيح أو لا، وصلتني رسالة أنه اليوم كان أكو اجتماع لقيادات عليا في الحزب الإسلامي، والسيد سليم الجبوري ما حضر هذا الاجتماع. قبل أيام قليلة كان هناك لقاء مع قياداتنا من قيادات في الحزب الإسلامي، ليست قضايا انتخابية، وإنما قضايا على أقل تقدير توحيد الرؤى موصلية. والعمل موصلية. نعم، والعمل موصلية، وحتى يعني من بغداد. نعم. سواء على درجة أمين عام أو يعني المهم. كانت تجمعكم يعني متحدون. لا 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 لا، اليوم على أقل تقدير توحيد الرؤى، توحيد الأفكار، مو قضية انتخابية، وإنما توحيد القرار على أقل تقدير لحين انتهاء هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة من الانتخابات. نعم. على أقل تقدير. فهاليوم أنت شوف الحزب الإسلامي إيش كم منحة اتخذ. وأنا أيضا بالمقابل أريد أسأل، نعم، هل سيتغير منهج متحدون أيضا للمرحلة القادمة، وفي ماذا تتقاطعون مع شركائكم السابقين في متحدون بنسخته الأولى؟ سابقا لم نكن حزب، كنا تحالف وكتل تعمل كلها منضوية تحت متحدون. لكن كنتم اسما على مسمى. نعم. في وقتها متحدون. نعم 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 نعم. حتى كانت الدعايات الانتخابية. نعم. دائما رئيس متحدون. نعم. والعضو الذي. نعم. يرشح. شوف أقول لك كلام، أكون أنا صريح جدا معك. نعم. اليوم الرابط الذي يربط السياسي في حزب ليس كالرابط الذي يربط السياسي في كتلة أو تجمع لمصلحة ما. نعم. اليوم كلنا يعلم الحزب الإسلامي في داخل مدينة الموصل، ما حكي على غير شيء، أو في محافظة نينوى، نعرف إيش قد الثقل ماله وإيش قد جمهور المؤيدين، يزيدون بضع آلاف يقولون آلاف.
بس اليوم ليش الى الان احسك تعتبر الحزب الاسلامي ند؟ لا لا بس اذا تسمح لي انا ما ادري اعتبره ند، بس انا اترك الحزب الاسلامي الديمقراطي الكردستاني. نعم هؤلاء ناس منظمين لديهم ايديولوجية، لديهم مكاتب، لديهم 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 ناس منظمين. هذا عيب؟ لا ما عيب، بالعكس هو هذا الصحيح. هذا انجاز. لا هذا انجاز، ولهذا متحدون حتى لا تقع بالاخطاء السابقه مثل ما كنت هسه جنبك تتفضل وتشظى مره ثانيه صارت حزب ويضعف القرار، قدمت بالاسلوب الصحيح باتجاه المفاوضين العليا للانتخابات واصبحت حزب للعراق متحدون وتمت انتخابات لدينا واصبح لدينا مكتب سياسي واصبح لدينا فروع ومكاتب ومدراء مكاتب وحلقات تنظيميه والان بدا العمل السياسي صحيح. اليوم اكو هناك انضباط، اكو هناك ضمانات، اكو هناك من يعمل بصوره صحيحه ما مثل السابق. يعني انت اسالك سؤال استاذ، اليوم من اشد المعارضين للسيد اسامه النجيفي من اهالي الموصل من نواب الموصل، نعم الم يكونوا هم متحدون؟ الم تصرف عليهم متحدون حتى الدعايه الانتخابيه واصبحوا نواب واعتلوا كراسي في البرلمان؟ كلام صحيح. المره الثانيه اشعم له شافوا انه هذا الوضع بعد ما يخرج وياهم فبدا يعمل على الصعيد الشخصي، ضحى مثل ما تفضل استاذ معن قبل قليل بمشكله المكون وهموم المكون لاجل انه يحصل على بضع درجات وظيفيه، 100 درجه وظيفيه هنا، 50 درجه وظيفيه يا ريت تروح للناس بلاش، ويا ريت هم تروح للناس قلتك بلاش، ولكن جلب له مؤيدين حتى بكره من تصير الانتخابات لديه من ينتخبه ويعيده الى هذا الكرسي. خل نفس السؤال بس بطريقه اخرى اقول للاستاذ معن، اختيار المشروع العربي للعمل السياسي رغم انه كان يمارس السياسه بطريقه المعارضه تقريبا بوجود عده شخصيات وعده وجوه في مكتبه السياسي انذا، اليوم شنو اللي راح يتغير بالمشروع العربي؟ اتمنى شويه الوقت تكون منصف بي وتعطيني ما اقدر املي به حتى جدا جدا. المشروع العربي كان مؤسسات مدنية، مؤسسات خدمية، قدم الكثير منذ سنوات طويلة حقيقة إلى المواطن العراقي، إلى المحتاج العراقي، إلى المشرد العراقي، قدم ما لم تستطع الدولة تقديمه وعجزت عن تقديم ما قدمه المنظمات الدولية حتى من رعاية إلى وخصوصا في السنوات الأخيرة إلى المهجرين والنازحين، من بناء المستشفيات، من بناء المدارس، أصبح كدولة يمثل دولة مؤسساتية خدمية قدمت الكثير إلى هذا الجمهور. طيب بالتأكيد يمتلك وجوه على الساحة فاعلة إنما ليس بالصفة السياسية، كانت مطالبة كثير منها بحقوق المكون الذي محور حديثنا هو كيف هي في ضياع. نعم. والمواطن في حالة تشبث يحاول أن ينظر إلى من ينقذه من هذا الوضع الذي أوصله السياسيين إليه. لكن أنت تعرف أنها كانت في خانة المعارضة وربما المعارضة الحادة، لابد، لأن هي كانت رد فعل حتى الأصوات التي كانت تظهر هي ردود فعل مطالبة بحقوق تحسها وتلمسها، ولذلك وجدت تأييد شعبي جماهيري منقطع النظير. والملايين الآن من المهجرين تعرف من يطعمها، الملايين من النازحين وفي الخيام يعرفون من يقدم لهم العطاء، الشباب، المدارس الآن التي هي منشأة، المستشفيات الآن التي موجودة تقدم الدواء مجانا والرعاية الصحية مجانا تعرف لمن تعود. هذه المعادلة خلقت حقيقة وعي سياسي عند الجماهير وعند ولدى القيادة للمشروع العربي. تحول المشروع العربي من مرحلة المنظماتية والمؤسساتية إلى مرحلة الحزب السياسي، وصادف انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب في أربيل في نفس الوقت التي تزامن مع المؤتمرات الأخرى. طبعا هناك حدث لبس بسيط لدى المواطن، كثير من المواطنين يعتقدون أنه مؤتمر، نعم. إنما هو ليس مؤتمر، هو كان تأسيسي ميلاد حزب جديد. ومن هنا أقول أن حزب المشروع العربي في العراق ولد عملاقا، نعم. ولد الحزب الوحيد
الذي عمل وقدم على مدى أكثر من 10 سنوات إلى المواطن، وبعد هذا أنشأ كيانه السياسي من هذا، يختلف عن الأحزاب الأخرى التي الآن كنا محور حديثنا، هي حصلت كثير من الإشكاليات. والمواطن يتأمل أنه يعني أن لا يختلف المنهج الإغاثي، وأن لا يكون المنهج الإغاثي هو عبارة عن جسر للوصول إلى غاية سياسية. أبداً، إنما هو في هذه الحالة السلطة. سيزداد العطاء عندما تمتلك أنت. قبل أن تمتلك السلطة قدمت ما عجزت عنه السلطة وعجزت عنه كثير من المنظمات والأحزاب. ما أنت عندما تمتلك السلطة وتمتلك القرار أيضاً سوف تضاعف جهدك هذا الإنساني، بل بالعكس سوف تعمل على خلق الظروف للمواطن التي يحتاج فيها إلى الخيام والمساعدات والغذاء، سوف تخلق ظروف مناسبة تليق بمستوى المواطن وتليق بمستوى معيشته، وهذا ما مطروح في البرنامج السياسي للحزب الذي يؤكد على أن يصل المواطن العراقي إلى درجة الرقي التي تليق به. ولتحدثنا بها. كلام جميل، كلام جميل. ما بقى عندي من الوقت الكثير، لكن عندي أسئلة سريعة. اليوم كل السياسيين السنة تقريبا يؤكدون أن مبدأ الشراكة في حكم العراق مفقود. هل سيكون محور عمل النخب السياسية في المرحلة الجديدة هو التأسيس لمبدأ شراكة يضمن حقوق أبناء المكون، ومن خلال ماذا؟ أستاذ زهير، هل مطالبة بإقليم أو مجموعة أقاليم وارد؟ جدا. أستاذ معن، طلب تعديلات دستورية وارد؟ نعم، هذا حتما من أجل أن نضع طيب. الإدارة الصحيحة. هناك خلل في الدستور وسبب إشكاليات كثيرة في العراق الآن ندفع ثمنها، هو باعتراف الجميع هنا، الجميع الكتل، هاي النقطة الوحيدة التي تتفق عليها. أعود إليك بنقطة أخرى أستاذ زهير، العودة إلى مطالب سابقة تشمل تفعيل قانون العفو العام واجتثاث البعث، أيضا هذا من جملة الأمور اللي راح تشتغلون عليها ككتل موحدة الآن ضمن تحالف القوى. يعني أنا لحد الآن بديت أضحك على هذا القانون، يعني أي اجتثاث بحث يا أخي؟ من 2003 إحنا بين 2018. ليش ما تدري أنه لحد الآن؟ لحد الآن يشتغلون. حتى اللي كان عمره 50 سنة صار عمره 65-70 سنة. طيب العفو العام، العفو العام، العفو، العفو العام، تفعيل قانون العفو العام. تفعيل قانون العفو العام على من؟ والله لا يفعل سوى بس فقط على الجانب الآخر. وإحنا تعال فهمني، سوي لي إحصائية شوفني كم مواطن من المكون السني شمل بهذا القانون. استاذ معن، خلينا نكون صريحين. نعم استاذ معن، في نصف دقيقه. اللجوء الى امريكا وطلب مساعدتها في حال عدم يعني عدم قبول الشركاء الباقين وارد هذا؟ اذا توفرت النوايا لا نحتاج. انما امريكا دخلت بقوه، سياسه ترامب الجديده تختلف عن اوباما، خروج اوباما من العراق هو أسوأ من احتلال العراق. الآن ترامب دخل بقوة، فرض أمر واقع، ولذلك بدأ الحراك السياسي يتغير، كل يترقب ماذا سيكون دوره القادم في دخول قواعد وأمريكا بشكل قوي إلى العراق. وارد، نعم، وهي الخطوة نعم. القادمة. نعم أستاذ معن الجبوري القيادي في المشروع العربي، أنا أشكرك جدا على حضورك في برنامج الشعبي. أنتظر أستاذ زهير الجبوري، شكرا جزيلا لك أيضا على حضورك في برنامجنا لهذا اليوم، والشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين. تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي محادثكم أنس عبد الرحمن، وتحيات المخرج عبد الرحمن الراوي. حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.